إنها ليلة خميس ناطرة، وأنت مستلق على أريكتك تشرب كوبا من الشوكولاتة الساخنة وتشاهد الفيديو الجديد للجانب المشرق. تلحظ فجأة ظلا مخيفا فوقك. على الجدار وحش بمئة قدم وقرون استشعار على رأسه. تقوم فورا بالاتصال بالطوارئ وتنادي أمك، وأثناء تحدثك على الهاتف يتحرك الوحش بسرعة البرق ويختفي عن نظرك بلمح البصر. تمسك بالمكنسة وتختبئ في خزانتك وأنت ترتعد خوفا، ثم تفتح المتصفح وتكتب وحش مخيف في منزلي. تبدأ بالتصفح حتى تعثر أخيرا على الوحش المطلوب. إنها أم 44 من كثيرات الأرجل. تكتشف أن لديها 15 زوجا من الأرجل وعينان مركبتان وقرن استشعار حساسان طويلان لالتقاط الروائح والاهتزازات، وتحمل سمها في أرجلها الواقعة بالقرب من الرأس والفم. يمكنها حمل أكثر من فريسة بأرجلها التي تستخدمها كالحبال، وكل هذا يجعل ضيفتك صيادة بارعة. لسبب ما تطلب منك جميع صفحات الويب التي تشاهدها ترك الوحش وشأنه وأن تسعد بوجوده في منزلك. يحاول كثيرون التخلص من كثيرات الأرجل، لكنها عون طبيعي ومجاني لمكافحة الحشرات في المنزل. ستساعدك في التخلص من الحشرات والذباب والنمل والعث والعناكب والنمل الأبيض والصراصير، وأنت غير موجود على قائمة طعامها لأنك إنسان. ينشط هذا الحيوان للصيد ليلا ولا يترك شباكا أو فخاخا في أي مكان، ولا يبني أعشاشا في المنازل أيضا، ولا يأكل الأثاث أو المنازل أو الحيوانات الأليفة. تتحرك هذه الكائنات دون إصدار أصوات أو ترك آثار قذرة. لا تنقل كثيرات الأرجل أي أمراض، وفي 99% من الحالات تخرج ليلا كي لا تراها. إنها في بحث دائم عن فريسة لها، ونظرا لسرعتها الكبيرة قد لا تلحظها أبدا، كما أنها لن تحاول عضك إلا إذا هاجمتها أولا، ولو حدث ذلك لن تتمكن من عض جلدك، بل ستشعر بشيء يشبه لسعة خفيفة كلسعة النحلة، لن تشعر بألم كبير. هذا مبشر، وأنت مستعد تقريبا للخروج من مخبئك. تصرخ مجددا. إنها هنا ثانية بسرعة. ما زلت لا تشعر بالراحة لمشاركة منزلك مع هذا الكائن متعدد الأرجل. تمسك بورقة وعلبة. يتحرك هذا الشيء في الغرفة. ها هو تحت رف الكتب. انتظر إلى أن يخرج على الجدار. تطفئ الأنوار لتمنحه الشعور بالراحة. ها هو، تمت المهمة. تأخذه إلى الخارج أملا بأن يواصل مهمته في مكافحة الآفات هناك. تقرر الآن تأمين المنزل من أي ضيوف آخرين غير مرحب بهم. لذا بما أن كثيرات الأرجل تحب الرطوبة وتفضل التسكع في الحمام أو القبو، تنزل إلى القبو وتسد كل الفجوات الموجودة في الأرضية والجدران، ثم تتحقق من جميع الأنابيب في الحمام والمطبخ بحثا عن أي تسرب للماء. ممتاز، وحان الآن وقت الذهاب للخارج وإزالة الأوراق الجافة والأغصان، لأن كثيرات الأرجل تحب الاختباء هناك. لقد كانت ليلة حافلة. تقرر الآن مشاهدة التلفاز. ما هذا الوحش؟ إنه العنكبوت آكل الطير، أكبر العناكب على سطح الأرض. وكما هو حال أم 44، شكله مخيف أكثر من حقيقته. تتضمن قائمة الطعام للعنكبوت آكل الطير كلا من الحشرات والضفادع والقوارض، ويعيش في شمال أمريكا الجنوبية. وبالرغم من ضخامة حجمه إلا أن سمه غير مؤذ للإنسان مثل لسعة النحلة. الضيف التالي هو القرش الحوت. من الواضح أنه ليس حشرة، بل أكبر سمكة قرش في العالم، ويتجاوز حجمه حجم حافلة بطابقين، ووزنه وزن 5 فيلة. يملك هذا القرش 300 سنا صغيرا يستخدمها لتناول العوالق والأسماك التي تعترض طريقه. يتميز القرش الحوت بسباحته البطيئة، وهو الأكثر لطفا بين جميع أسماك القرش، لدرجة أنه يلعب مع الغواصين. في الواقع نحن البشر نشكل خطرا عليه أكثر مما يشكل هو خطرا على البشر. رغم حجمها الضخم، تعتبر ألفية الأرجل الأفريقية الكبيرة من الكائنات الخجولة، وتفضل الاختباء طوال اليوم تحت الصخور. الشيء الوحيد الذي يمكنها مهاجمته هو الأوراق الجافة الموجودة على الأرض لتؤدي دورها في الطبيعة. الشيطان الشائك الأسترالي، سحلية بأشواك مخيفة المظهر تغطي جسمها. تتجول هذه السحلية بين الشجيرات بحثا عن النمل الذي يشكل وجبتها المفضلة والوحيدة.
ويمكنها تناول الآلاف يوميا من النمل الصغير الذي تمسك به بلسانها اللاصق اللزج. تستخدم سحلية الشيطان الشائك أشواكها لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة، ولا تهاجم البشر إطلاقا. أما قوتها الخارقة فتكمن بقدرتها على تغيير لونها وفقا لدرجة الحرارة. تعيش الخفافيش مجعدة الوجه في أمريكا الوسطى والجنوبية، لا تأكل إلا الثمار، ويساعدها في ذلك شكل وجهها وجلدها. لهذا النوع من الخفافيش آداب رهيبة على المائدة، فتجدها تدفع وجهها بأكمله في الطعام، وتساعد التجاعيد الموجودة في وجهها على دخول عصير الثمار إلى فمها مباشرة. يا لها من فكرة رائعة، يجب أن نجربها. الآي آي هو ليمور يعيش في مدغشقر فقط. تقول خرافة محلية قديمة أن مقابلة الحيوان تجلب الحظ السيء، لكن الواقع أنه مخلوق صغير غير ضار يتغذى على الحشرات واليرقات، حيث ينقر جذوع الأشجار بسرعة بحثا عن الطعام ثم يخرجه بأصابعه الوسطى الطويلة. يفضل حيوان الآي آي البقاء على الأشجار وبالكاد ينزل على الأرض، لذلك من المستبعد أن يعترض طريقك أحدها. إذا سافرت إلى نيبال أو الهند وصادفت تمساحا بأنف طويل ورفيع فلا حاجة للذعر، إنه الغريال. يشبه هذا الحيوان التمساح إلى حد كبير، لكنه ليس تمساحا بل هو نوع فريد مستقل بذاته. أنفه الطويل ملائم لصيد الأسماك. الطعام المفضل له. الغريال مخلوق لطيف شديد الخجل، فتجده يختبئ عن أعين البشر ولا يهاجمهم إطلاقا. تشبه أفعى اللبن الأفعى المرجانية بشكل كبير، ولكنها بعكس ذلك المخلوق السام ليست ضارة أبدا. منحتها الطبيعة تلك الخطوط ذات الألوان الزاهية لخداع الحيوانات المفترسة لتعتقد بأنها أفعى مرجانية، وبفضل هذا الشبه تتمكن من النجاة في الحقول وبين الصخور وفي المناطق الزراعية والحظائر، حتى أن البعض يربونها كحيوانات أليفة. جيد، لكن من الأفضل التأكد من ألوانها. تتميز سلاحف ماتا بكسلها الشديد، حتى أنها لا تسبح بل تسير في تيارات مائية ومستنقعات بطيئة الحركة، ولا تخرج من الماء إلا لوضع البيض. لا تقوم ماتا بالصيد بل تنتظر طعامها ليأتي إليها، وعندما ترى سمكة تمد عنقها وتبتلعها كالمكنسة الكهربائية، وهي مضطرة لفعل ذلك لعدم قدرة فكيها على المضغ. ما مشكلتك يا رجل؟ يخاف عث يرقة الدب الأصفر منك كما تخافه أنت، ويحاول جاهدا تجنب التعرض لك. طعامه المفضل هو أوراق التامول والصفصاف والقيقب والجوز والملفوف وما إلى ذلك. تجده يمضغ الأجزاء اللينة منها ويترك هيكل الورقة، لكنه سيحاول حماية نفسه إن سببت له الإزعاج. وأخطر أذى قد يسببه لك هو تهيج طفيف في الجلد وآثارا كأثر ضرب السلاسل الحديدية إن أجبرته على استخدام فن الدفاع عن النفس. مهلا أنا أمزح. يملك النسر منقارا ومخالب حادة وسمعة سيئة، لكنه في الحقيقة لا يسبب الأذى لأي كائن حي. الطعام المفضل للنسر هو جثث الحيوانات. أجل، وهكذا يجعل العالم أكثر نظافة وصحة، مثل سلطة مراقبة الحيوانات. وعلى عكس معظم الطيور التي تملك رؤية بزاوية 360 درجة، تركز النسور فقط على ما يحدث تحتها بزاوية رؤية قدرها 60 درجة. يعتبر الأيزوبود العملاق من أقرباء الجمبري وسرطان البحر الذين يعيشون في أعماق البحر. يشبه جسمه الكائنات الفضائية بامتلاكه عشرات المخالب الحادة على بطنه، أما فكه فهو في 4 مجموعات لغاية الصيد. لكن الطعام لا يتوفر دائما حوله، لذلك يعمل على إبطاء عملية الأيض لتوفير الطاقة والعيش بحالة شبيهة بالسبات. وعندما يشعر باقتراب الخطر يكور الأيزوبود العملاق جسمه بشكل كرة صغيرة ويختبئ كي لا يتمكن أحد من العثور عليه. يبلغ حجم الخلد نجمي الأنف حجم الهامستر، وهو أسرع آكل طعام في العالم، حيث يضع أنفه النجمي مخيف المظهر في التربة لمعرفة ما يوجد في 10 إلى 12 مكانا مختلفا في ثانية واحدة. يملك الخلد النجمي 100,000 من الألياف العصبية التي ترسل المعلومات إلى دماغه، إنها تعويض لا بأس به عن انعدام الرؤية تقريبا، وميزة مفيدة لاصطياد الحشرات دون أن تضر بالبشر على الإطلاق.
لا تحمل العناكب الصوتية على العكس من أقاربها أي سم، ولا يمكنها أن تعض أو تلسع أو تلحق الأذى بالبشر بأي طريقة أخرى، كما لا يمكنها المضغ حتى. لذلك تجلس بانتظار حشرة مارة وترصدها بأرجلها. من الرائع امتلاكها كحيوان أليف، ويضعها مربوها على وجوههم دون خوف. أها حسنا، أنت أولا وسأشاهد أنا من هنا.